يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، القول بالمماسة للعرش أو عدمها هل يشرع البحث فيها؟ القول بالمماسة للعرش، مماسة الذات الإلهية للعرش أو عدم ذلك؟ ما أحد قال هذا، هذا سؤال عن الكيفية، هل الله مماس للعرش أو غير مماس؟ هذه سؤال عن الكيفية، لا نحن لا نعلم هذا ولا نبحث فيه، نحن نثبت أن الله استوى على العرش، وأما قوله من غير مماسة هذا تكلف لا نبحث فيه. نعم.